مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الحصرية لأيام معرض الشارقة الدولي للكتاب في برنامج استنارة، هذا البرنامج الثقافي الذي يطل عليكم من هذه المنصة لمؤسسة الشارقة للإعلام. إذن اليوم هو ختام هذا العرس الثقافي، هذه التظاهرة الثقافية والأدبية، ألا وهو معرض الشارقة الدولي للكتاب. إذن كما تعودتم بأني استضيف في هذا البرنامج ضيوف ومشاركين في هذا المعرض، واليوم هو يوم ختامي، وردنا في هذا اليوم بأن نركز وأن نستضيف ضيف وجالية لديهم قسم كبير في هذا المعرض. إذن يسعدني بأن نستضيف معي الدكتور عبد الناصر عبد الكريم منسق الخليج لجامعة مركز الثقافة الإسلامية. مساء الخير أستاذ عبد الكريم أو عبد الناصر عفوا. مساء النور. نعم. إذن أستاذ عبد الناصر، نحن الآن مشاركون في معرض الشارقة الدول الكتاب. نعم. والهند كذلك مشاركة في هذا المعرض بقسم كبير جدا تضم أو يضم مؤلفات وعناوين كتب يعني باللغة للجالية الهندية. إذن أستاذ عبد الناصر، مشاركة الهند في هذا المعرض أعتقد هي بمثابة يعني مشاركة جميلة ومشاركة فعالة، وكذلك تخدم الجالية الهندية بدولة الإمارات العربية المتحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كما تعرفون إمارة الشارقة تمر في أجواء احتفالية في أيام الماضية، والحمد لله هذا العام قد ازداد مشاركة الهندية الكتب الهندية. نعم. ب30%، وخاصة بعد زيارة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله ورعاه حاكم الشارقة وعضو مجلس الأعلى وراعي لهذا المعرض الكبير، وقد ازداد 30% المشاركة. وهذا العام أكثر من 70 ناشرون يشاركون في هذا المعرض. نعم. ونحن نأتون نحاول لإحضار الأكبر المؤلفات ومصنفات الكتب. نعم. وهذا العام نحن جئنا واحد ضيف، يعني واحد مؤلف كبير، الشيخ محمد عبد الرحمن بابا محمد بابا المسليار، عنده في 100 مؤلفات. نعم. ومنهم 50 منهم في اللغة العربية. نعم. في شتى الفنون. نعم. وهكذا نحن نحاول لشراكة مشاركة في هذا المعرض من مختلف. نعم. الفن. نعم. فن مؤلفات. نعم. إذن دكتور عبد الناصر، كما تفضلت بأن هناك ازدياد 30% من عدد المشاركين وكذلك المنشورات بالنسبة للقسم الهندي في هذا المعرض، إذن أعتقد بأن هذه أو هذا الازدياد يعود للإقبال الكبير من الجالية الهندية على الثقافة وعلى المشاركة في هذا المعرض. نعم. نعم. هذا العام كما أشرت قبل قليل بعد زيارة صاحب السمو، الجمهور الهندية الجالية الهندية هي أكبر جالية المقيمة على هذه الدولة. نعم. دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. وبعد زيارة صاحب السمو كل الأطفال كل النساء كل واحد يعرف أن اهتمام صاحب السمو في مجال الثقافة والأدب والتربوي والتعليم، و وكلهم يعرفون أن اهتمام صاحب السمو في مجال الأدب. نعم. وكلهم يتجذبون بإرادة. نعم. واسعة، وهم يشاركون ويشترون من الكتب القيمة المعتبرة مثل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ونحن ترجمنا بعض الكتب إلى لغة ملايالم. ملايالم. نعم. وهذا أصبح أكبر مبيعا لهذا العام. نعم. في جناح أجنحتنا الشتى، في عندنا دار المعارف الإسلامي وجريدة السراج ودي سي بوكس والليبي، مثل هذه في عدة أجنحة موجودة في هذا العام، والجمهور. نعم. نحن شاهدنا
أكبر قبولاً من الجماهير من الجاليات الهندية، والحمد لله. ما شاء الله. إذن دكتور عبد الناصر، إن سألتك وأن تتفضل لي بالحديث عن جامعة مركز الثقافة الإسلامية، إذن نعم. هذه الجامعة لماذا تضم من برامج أكاديمية؟ نعم، نحن جامعة مركز الثقافة الإسلامية، نحن وقعنا هذه الجامعة إحدى أكبر جامعة في قارة آسيا. هناك يدرسون 25,000 طالب في رحاب واحد، ما شاء الله، ومنشورة في جميع ولايات الهندية مع تصريح من السلطات الحكومية بترويج وتقديم العقائد الصحيحة الإسلام والمسلمون. نعم. وهناك الجامعة نحن وقعنا المذكرة التفاهم مع جامعة القاسمية، إحدى مبادرة طيبة لصاحب السمو الشيخ دكتور نعم. سلطان بن محمد القاسمي لنشر العلم والمعرفة. نعم. نحن يأتون بعض الطلب نخبة من الطلبة لتعليم العليا في جامعة القاسمية. نعم. وهناك نحن سنويا نشارك في منتدى الإسلامي بالشارقة تحت إشراف كذلك صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد نعم. القاسمي 20 طالبة لمشاركة هذه الدورة نعم. العلمية الذي المقيمة في إمارة الشارقة العاصمة الثقافة نعم. الإسلامية. نعم. نعم دكتور عبد الناصر، قبل شهر تقريبا كانت هناك زيارة لصاحب السمو الشيخ الدكتور نعم. سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة نعم. إلى كيرلا. إذن هذه الزيارة إلى الهند الشقيقة أعتقد أنها زيارة تبث التعاون نعم. وكذلك هذا التبادل الثقافي بين الإمارات وبين الهند نعم. وكذلك تؤكد بأن العلاقات الإماراتية والهندية علاقات طيبة ترتبط بالثقافة، ترتبط بالتجارة، ترتبط بعدة نواحي وكذلك نعم. ترتبط بالقوى البشرية. نعم. إذن أستاذ أو دكتور عفوا عبد الناصر، هذه الزيارة بالنسبة لأهالي هذه المدينة وأهالي كيرلا كيف كانت؟ ما شاء الله، زيارة صاحب السمو تعزز علاقات الثنائية وخاصة في علاقة التعليمية والثقافية والأدب. نعم. نحن نريد ترجمة بعض الكتب إلى لغتنا الملياليم، وفي هذه الإمارة يقيم تقريبا 1,000,000 أشخاص نسما الكيرلا من الهنود. نعم. الحالي تقريبا 2,000,000 نفر يسكنون من الهند. نعم. ومنهم 1,000,000 من الكيرلا. نعم. فهذا تعزز ورسخ علاقات الثقافية والأدبية من خلال زيارة صاحب السمو الشيخ الدكتور إلى الكيرلا. نحن أهالي كيرلا رحب صاحب السمو من جميع العواصر الحكومية وأحزاب السياسية ومنظمات ذات الحكومية وغير الحكومية، كلهم نحن فرحنا فرحا حارا شديدا بزيارة صاحب السمو إلى كيرلا. إن شاء الله هذا تحتاج تقدم وتطور مزيد إلى التقارب الثقافات والعلاقات الأدبية، وإن شاء الله نحن نوصل هذا أخبار أن هذا العام العرس المهرجان الكتب نعم. لهذا العام نعم. نوصل جميع قرى من جميع قرية من قرى الكيرلا، ونحن إن شاء الله نعم. نريد أكثر مشاركة في الأيام في أعوام قادمة إن شاء الله. إن شاء الله. نعم دكتور عبد الكريم، لدينا فاصل قصير إن شاء نعم. الله، من بعد هذا الفاصل سوف نكمل الحديث معك وعن مشاركة الهند في هذا المعرض إن شاء نعم. الله. إذن مشاهدي الكرام فاصل قصير ونعود لكم. Thank you.
عدنا لكم مشاهدينا الكرام وما زلنا مستمرين مع الدكتور عبد الناصر عبد الكريم منسق الخليج جامعة مركز الثقافة الإسلامية. إذا دكتور عبد الناصر قبل الفاصل كنا نتحدث عن المشاركة الهندية في معرض الشارقة دول الكتاب. إذا لو سألتك دكتور عبد الناصر عن العلاقات الإماراتية والهندية بالنسبة لي، إن تحدثنا عن التجارة وإن تحدثنا عن هذه العلاقات، لأن عرفت الهند منذ القديم وقديم الزمان بأنها هي الحركة أو حركة التجارة إليها، إن كانت من حركة البهارات وإن كانت من حركة الأخشاب، وكذلك يعني من خلال توريدها ويعني ضخ جميع ما لديها من مقومات وكذلك من ثروات إلى العالم بأجمع. نعم نعم، علاقات الإماراتية والهندية قديمة ومنذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك كان في مجال التجارة، وبعد قرون بدأت علاقة المعرفة والعلم، وهناك زين الدين المخدوم المعبري هو الذي ألف عديد من الكتب الذي تقارب العربي العرب والهند، عنده في تحفة المجاهدين في البرتغال في أيام حين ذاك إمبراطورية البريطانية كان يسيطر على الهند، وكان مؤلفاته ضد إمبراطورية البريطانية. نعم. كان تحريض الجمهور ضد الإمبراطورية. نعم. وهذه في المؤلفات الذي ألف زين الدين المخدومي، وكان كتب كثير من الوثائق وثائق المخطوطات العربية. نعم. وهناك بعد شهاب الدين أحمد كواي الشالياتي، هو عالم كبير ومؤرخ كبير، هنا ذاك هو المتوفي 55 الهجري القرن الماضي. نعم. وعنده في 2000 كتب موجود، هو أقام مكتبة غير منشورة. نعم. ومنشورة بعد في. نعم. مكتبة خاصة الخاصة ماله. نعم. 2000 في فنون شتى مثل الفلك، وهذا كلهم موجود حاليا في كيرلا، في ولاية كيرلا في إقليم كاليكوتس. نعم. وهناك بعض مؤلفات عديدة التي كان تعلق ثقافة العربية. نعم. والهندية. نعم. نحن نريد الحين إعادة بناء الجسر بين الهندية والإماراتية. نعم. نعم. بمحاولة واهتمام وحرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. نعم. حفظه الله. نعم. ورعاه. دكتور عبد الناصر عبد الكريم. نعم. سعيدين بهذا اللقاء، سعيدين بتعريفك للركن الهندي وكذلك هذه المشاركة في هذا المعرض، واليوم هو ختام هذا المعرض. نتمنى بأن تكونوا قد وفقتم في هذه المشاركة، ونتمنى أن نلقاكم إن شاء الله في العام القادم. إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خير. نعم. الجزاء لحسن استضافتكم. نعم. في هذا الاستوديو. نعم. إن شاء الله نتواصل بأكثر وبأكثر في سنين القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. إذن مشاهدينا الكرام، الآن ننتقل إلى أجواء هذا اليوم الختامي لهذه التظاهرة الثقافية، ألا وهو معرض الشارقة الدولي للكتاب. إذن هذه اللقطات الحية من أجواء وثنايا هذا المعرض، فلنتابعها.